أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على جهود المحافظة في توفير الخدمات والبنية التحتية في كل المناطق لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم. كما أشار محافظ مطروح إلى البدء في أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي لأهالي مدينة الحمام بالتنسيق بعد استكمال أعمال توصيل شبكات الخدمات والبنية التحتية بالمناطق المستهدفة.